حبي ليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنة ولا قد أعراض الانسحاب مع إني عارفة إنك طريق آخره سراب لنا أدرى من حبك أخف ولا قد يا اهلا يا اهلا ده احنا النهارده زرنا النبي انت ما حدش علمك تخبطي قبل ما تدخلي حبيت اكتب لك انت اول حاجه بالقلم ده عشان انت اول حد حرك فيا احساس انا كنت مستنيه من زمان ومن كتر ما استنيته ما جاش كنت فاكر ان انا اللي خلقته في خيالي شكراً أنك عرفتيني أن إحساسي كان صادق كان حقيقي ده الدكتور فريد اللي هيساعدني ألاقي العنوان في فرنسا ده علي أخويا أخويا؟ إزاي؟ أنت قلتيلي ما لكيش حد ولا حتى قرايب أنا أسفة والله أنا أسفة أنا كنت لسه جاية البلد
وهربانة زي ما قلت لكم، ومعرفش حد كفاية أأمنه على الحقيقة. استناني على القهوة يا علي. مش هسيبك لوحدك، رجلي على رجلك. عشان خاطري 10 دقايق بس، وإلا الجيران هياخدوا بالهم. يلا يا علي 10 دقايق بس. أنا لو في الأول كنت خايفة أحكي لك علشان ما أعرفكش ومش مأمنة، فدلوقتي أنا خايفة أحكي لك عشان ما أخسركش. تأكد إنك هتخسريني لو ما فهمتنيش إيه الحكاية بالظبط. أنا كنت متجوزة وعندي بنت أكبر من نادية بشوية، ليلى. علي أخويا كان في ما بيننا مشاكل من يوم ما اتجوزت، وكنا متقاطعين، عشان كده قلت لكم إن أنا ماليش حد. ما لجأتلوش علشان ما كنتش عارفة هيقبلني ولا لأ، وعشان كنت خايفة إن أنا أسبب له مشاكل من تحت راسي، لأن جوزي مات. مات قبل ما أجي هنا على طول. أنا صحيح جاية هربانة، بس مش من جوز أمي، من أهل جوزي اللي كانوا معارضين الجوازة من الأول، وكانوا شايفين إن أنا طمعانة فيه من يوم ما مات، وقالوا لي إن أنا ماليش حاجة عندهم، وأنا ما كنتش عايزة حاجة لنفسي. أنا كل اللي كان هاممني كان بنتي، وإن حقها ما يروحش منها. خدوها مني وسافروا بيها على فرنسا عند ناس قرايبهم، وأنا كنت متأكدة إن هم مدبرين لي حاجة، فهربت. هربت عشان أبعد عن شرهم، وعشان أعرف أدور على بنتي وأرجعها ونبعد عنهم. ما كانش ينفع أحكي عشان عيلتهم كبيرة وإيديهم طايلة، وكانوا ممكن يعملوا أي حاجة، ممكن يلاقوني ويأذوني ويأذوها. يساعدك ازاي بس؟ قولي يا رب ما يدور ولا الحكايه اللي انت حكيتيها له. انت مش لازم تنزلي عندي في مصر. احنا لازم نشوف لك مكان تاني تقعدي فيه لحد وقت السفر. بورسعيد كده ما بقتش امان. لا يا علي، لازمتها ايه الشحططه دي؟ فريد عمره ما هيأذيني، ما تخافش. زي ما قلت على ابوكي زمان، عمره ما هيأذيكي. سافري يا علي وسيبني، انا مش حمل الشحططه. ويا عالم بكره شايل لك ايه؟ وفضلتي معاه وانت عارفه انه مضيع فلوس وفلوسنا على القمار. وقالب البيت برتيتا. فضلت معاه وانت عارفه ان امك ماتت من حسرتها بسبب اللي عمله. ودفعت الثمن ولسه بدفعه. بس فريد مش زي ابوك يا علي، ولا زي اسماعيل. انت لو فاكر ان انا خايفه منه من بعد اللي هو عرفه عني، تبقى غلطان. انا خايفه عليه. انا مش حمل اني ورطه في مصيبتي دي، مش كفايه ان انا مورطاك انت؟ يلا يا علي، روح روح عشان تلحق. يلا طمنيني عليك يوماتي، ولو احتجت اي حاجه وما عرفتيش توصلي لي وانا في الشغل ارجعي كلميني بالليل. يلا خدي بالك من نفسك. عزيز عزيز، فيه فيه انت اللي قوم وفهمني في ايه. حصل ايه بس يا ماما؟ ايه دي؟ نظيره طبت عليا من صباحيه ربنا ولسه ماشيه من عندي حالا، وسابت لي دي، وبتقولي انا مكسوفه ووشي منك في الارض. بس ساره مصممه بقالها كام يوم انها تفسخ الخطوبه، ومش بتقول الاسباب، وانها ما رجتش تبعت لي اخوها عشان يخلص معاك الموضوع. قال ايه؟ عشان ما تخسرنيش. طيب كتر خيرها. خير ايه يا ابو خير؟ ما تتعدل كده وتفهمني مظبوط اللي حصل. البت كانت عامله خدها مداس ليك، ايه اللي شقلب حالها بين يوم وليله؟ معرفش، ممكن اروح الحمام. ما انت قلتي بنفسك ماما ما تعرفش اسباب، هعرف انا ازاي؟
في حياتك يا جليل. حياتك الباب. يصح اعرف خبر زي ده من حد غريب؟ انت بتعزيني ولا بتقطمني يا امي؟ بلومك وبلوم نفسي. كان لازم ابقى جنبك في موقف زي ده. لو مش علشان اللي كان ما بيننا فعشان العيش والملح. وعشان انا اكتر حد عارف بعدك عنه كان عامل فيك ايه. انا وحده اللي عارف انا كنت حاسه بايه وهو بعيد عني كل ده. وربنا برضو اللي عارف بعده عني عامل فيا ايه دلوقتي. شفتي؟ اتكلمته؟ وسامحني. قال لي انه مسامحني يا امي. يمكن دي الحاجه الوحيده اللي مصبرني على النار اللي جوايا. الباقي في حياتك يا جليل. حياتك الباقيه متشكر. اتفضلي. اهلك كويسين؟ مش ناقصك حاجه؟ كتر خيرك. انا جاي اعتذر لحضرتك بنفسي علشان اليوم اللي انا مشيت فيه. تعتذري عن ايه بس؟ ده حتى صدي بيه كان زعلان خالص لانك ما سبتلناش عنوان المستشفى وكمان ما قلتلناش على ميعاد العزاء. يعني كان لازم نقوم بالواجب ان شاء الله حتى نبعت تلغراف. ملوش لزوم. ما نجيلكوش في حاجه وحشه. ربنا يجعلها اخر الاحزان. الباقيه في حياتك. صدقي بيه امر بانك تاخدي اجازه لحد ما تقدري ترجعي للشغل. ده انا كنت جايه وحاطه ايدي على قلبي لا تكونوا رفدتونا. ليه بس كده يا بنتي؟ صحيح انا بدقق على المواعيد والالتزام بس برضه انا بفهم في الاصول. وبقدر الظروف كويس قوي. زي ما قلت لك انت في اجازه لحد ما تقدري تقفي على رجليكي. وانا شايف ان في رايي يعني مفيش حاجه هتوقفك على رجليكي غير انك ترجعي المسرح ده وتغني. دي افضل طريقه ان انت تنهي بيها حاله الزعل دي. انا برضو شايفه كده. طبعا الظرف مش مناسب دلوقتي ان احكي لك بس اللي حصل ليله راس السنه خلانا نغير شويه في البروجرام. اليوم اللي انت مشيتي فيه واتلغت نمرتك الناس بقت بتسال عليكي كانهم جايين لك انت مخصوص. عشان كده لما تجهزي وتقدري ترجعي تاني هترجعي على مكانك الجديد. اخر نمره في ختام البروجرام. حضرتك تقصد النمره اللي قبل لولا؟ لا يا جليل انا قصدي اللي انا قلته. اخر نمره ختام البروجرام. طب ولولا؟ قصدي يعني هي سافرت تاني؟ لا حصل مشكله ليله راس السنه ومشيت من التياترو لانها طلعت المسرح سكرانه ونمرتها وقفت بعد اقل من دقيقه. يعني لما تجهزي وترجعي هتبقي انت نجمه التياترو. وما فهمتيش منه ايه اللي حصل؟ يا حبتيني ما كانش قادر يتكلم لا هو ولا امها عارفين ايه اللي شقلب حالها. كسرت له قلبه منها لله. لكن مش معقول يكون مش عارف. ما لمحتلوش حتى. هي بقى لها مده فارده قلوعها وانا كنت ساكته ومصهينه عشان عايزه افرح بيه. معقول يا طنط؟ بس شكلها كانت متعلقه بيه خالص. ولا ايه يا عايده؟ إن شاء الله بتنحل بياناتهم قريباً. لا الأمور ما تتحلش إلا إذا حست بغلطها وجت ركعة وتعتذر وساعتها نبقى نشوف هنقبل نرجع ولا لأ. أوعي تكوني عزمتيها على الخطوبة. لا يا طنط أنا عاملة حسابي إنها جاية معاكم لكن ما عزمتهاش مخصوص. منورنا. نورك يا طنط. طب نبيله وقاعده لحد متاخر هربانه من قعدتها في البيت مع مرات ابوها. انما انت يا عايده مش بعاده يعني انك ما تستنيش الدكتور في البيت وهو راجع من الشغل. وشكلك مش معانا خالص. حكايتك ايه؟ قوليلي. لا ابدا ما فيش يا طنط. بس اشتقت لاهلي شويه. ليه ربنا يجمع شملكم عن قريب. تبقي تاخدي الدكتور وتروحي تزوريهم. وهو تعتبره شهر عسل متأخر.
اولا سامحيني اني ما كتبتلكيش امبارح. الدنيا اصلها متلخبطه قوي، وانا كمان متلخبطه يا ليلى، مش لاقي حد اشكيله ولا اتكلم معاه. حتى الشخص الوحيد اللي كنت بلاقي راحتي وانا جنبه بعد. لا عارفه لومه ولا قادره اتعود على بعده. لما بفكر بالعقل بقول لنفسي انه كده احسن ليا وليه، لاننا كل ما بنقرب ولاقي نفسي مرتاحه له اكتر بضطر اكذب عليه اكتر. يمكن البعد اسلم لينا احنا الاثنين، بس ما اخبيش عليكي قلبي وجعني، وانا اللي كنت فاكره ان قلبي مش هيتوجع غير ليكي وعليكي. وثانيا عايزه اطمنك يا نور عيني ان الورق خلاص بقى معايا، فاضل بس اتحصل على تمن التذكره واجيلك في اقرب فرصه. عارفه انه عدى وقت كتير، بس هانت يا ليلى كلها. ايه ده انتي صحيتي؟ هشوف مين قلب. خليكي انا هفتح. ازيك يا كريم؟ وازيك يا قبلة؟ ازيك يا حبيبتي؟ قلبي عندك يا اختي، قلبي عندك. قلبي كان متوغوش عليكي طول ما انتي مسافرة، والبت الناقصة دي ما قالتليش انك رجعتي. انا عرفت من سي صدقي بالصدفة، جيت للجري. ما انا شفتكم وانتم ملخومين في التوضيبات الخطوبه، ما كنتش عايزه اتقل عليكي. بس وانا عندي اغلى منكم عشان اقلق عليهم؟ تعالي يا حبيبتي. ودندي كويسه؟ نادي اتعودت عليها بصراحة. المهم بس تعمر، ما تعمل مثل اللي سبقوها. بعرف انك مشغول بهاليومين، بس إذا عرفت تفضي حالك شي نهار لنعزم حسن ونبيلة على البيت أو برا، لأنه وعدت نعزمهم بعد الخطوبة وصار ما عندها يومين. أكيد. اختار اليوم اللي تحبيه. لا أنا أي يوم بيناسبني. أنت اللي وراك شغل وبيطلع لك مواعيد مش عامل حسابها أوقات. بتعرف فينا نعملها يوم اجازتك، هيك بنضمن انه ما فيك تتهرب منه. مش هتكمل اكل؟ يا دوب رح المستشفى. عايزه حاجه من برا؟ اذا عديت على صوفيا فيك تعزمها هي كمان؟ انا متاخر مش عارف اعدي عليها. اعزميها لو تحبي. جماعة مش زعلين، تعالوا. جماعة مين؟ بيت صدقي بيه وبيت الدكتور فريد. تلاقيهم مشغولين يومين دول، بكرة يرجعوا. النهاردة مش زحمة، وانت شكلك مش ولا برج. تحبي تاخدي اجازة؟ لا خالص بالعكس. يسعد صباحكم. لسه جايبين في سيرتك بالخير ولا؟ طبعا بالخير يا قبل، واحنا ينفع نجيب في سيرتك الا بالخير؟
انتم مضمونين، لكن العروسه اللي عندي في البيت هي دي اللي مش مضمونه. كل ما اعدي من قدامها الاقيها بتتودود عليا هي وصاحبتها ام لسان معوج، اعمل نفسي مش واخده بالي. هفرم عليكي، اقصري الشر معاها احسن. الكام يوم اللي فاتوا كانت مشغوله عني بالخطوبه والعزومات والمباركات، اقول يا رب دمها نعمه يا رب. ما اقولكيش سي صدقي عمل لها حته ليله ولا ليله البرنسيسات، عقبال ليلتك يا حبيبتي. كريمه ادخلي شقري على الفرن. وانتي تعالي معايا اقعدي، عايزه ادوقك حاجه جديده عاملاها. كان يعلم منذ ان راها لاول مره انها تحمل بداخلها الما اكبر من احتمالها، سرا قد يفوق توقعاته. فلما كانت صدمته اذا حين عرف ما تخفيه؟ هل كان شكه بأن حبه لها لم يكن سوى قشة تعلقت بها وسط أمواج حزنها المتلاطمة؟ أم هو شعوره بالخيانة لما أخفته عنه حين أفصح لها عن كل ما في قلبه؟ أم كان قلقه من أن تتركه وهو الذي انتظرها لأعوام، خاصة بعد تأكد أنها تسعى لما هو أهم عندها منه؟ تتنازع داخله مشاعر متباينة ما بين انجذابه لها كفراشة تقترب من النار، وهي تعلم أن أجنحتها ستحترق لا محالة، وبين بركان الغضب بداخله تجاهها والذي لم يستطع إخماده. أنت كويس؟ أنت كويس؟ مش كنا رحنا المكان بتاعنا عشان بس ما حدش يشوفنا؟ حتى من ناحيتي ولا من ناحيتك؟ انا اسفه اني جيت لك على المستشفى، انا مش عارفه انا عملت كده ازاي. لقيت فجاه رجليا واخداني على هناك وكان في حاجه اقوى مني بتشدني ومش عارفه اقول لها لا، ولو ان انا كنت خايفه انك ما تشوفني ممكن تحرجني. بس اصلي خفت لا تكونوا سافرتوا على مصر، ولولا ان انا عديت من قدام البيت وشفت النور قايد فعرفت ان انتوا لسه هنا. انت متخيله ان انا هغير رايي واقرر واسافر بس في كام يوم؟ لاني كان نفسي اصدق اني ما هنتش عليك انك تسيبني كام يوم اللي فاتوا دول من غير ما تطمني عليك. كان هين عليا تطلع سافرت، أو إنك تيجي تتخانق معايا، ولا إنك تحسسني إني كأني مش موجودة. مشكلة إنك موجودة، بس أنا مبقتش قادرة أميز أنت مين فيهم، كريمة اللي أنا كنت فاكر إن أنا عارفها، ولا اللي أنت اضطريتي تتعرفيني عليها يوميها. ما أنا عشان كده كنت عايزة أجي أعتذر لك. على إيه؟ على إني خبيت عليك موضوع بنتي وأخويا وجوازي واللي أنا هربانة منه. طلعتي مخبية كل حاجة تقريبا. ما كانش سهل عليا إني أحكي. كنت فاكر إنك واثقة فيا، وقلت لك أكتر من مرة أحكي لي كل اللي أنت خايفة منه وأنا هقف جنبك وأساعدك. كنت خايفة إني لو حكيت والموضوع اتعرف يقدروا يوصلوا لي، وإنك لو عرفت اللي ورايا صورتي في عينك تتغير. في اللحظة دي حسيت إني معرفكيش. اللي بتحكيه كأنك بتتكلمي على واحدة غيرك، غير اللي عرفتها أيام وشهور. لكن المشكلة لقيت روحي بعد كل اللي عرفته عنك، بعد كل الحكايات الجديدة والمختلفة،
شعوري ناحيتك مش بيختلف ولا بيتغير. عايده ما كانتش حتى سمعت التليفون عدل. اقطع دراعي ما كان صاحبك عامل عامله. حرام عليك يا ماما. فريد طيب وغلبان. ما فيش غلبان غيرك. دي عايده وانا بقول لها ان فريد هيتاخر لو كنت شفت وشها تقول انها هتعيط. ده ما كانتش قطعت روحها من العياط قبل ما اروح لها. أنا كنت بقول أول ما اتجوزوا إن هي اللي بتنكد عليه، بس اللي أنا شايفاه دلوقتي إن هي عيني بتدبل وهو يا أخويا تقولش عريس جديد. أنت بتاكلش ليه؟ باكل يا ماما باكل. أوعى تكون نفسك مسدودة أو شايل في قلبك حاجة بسبب موضوع اللي اسمها سارة دي. ولعلمك دول كانوا داخلين على طمع. لولاكش بس أنا كنت حساك يعني اللي في قبول جواك من ناحيتها. أنا ما كنتش وافقت على الجوازة دي أبدا. دي أصلها بارد ثم صدقت تلاقي عريس طول بعرض ومن عيلة. هي كانت هتلاقي زيك فين؟ معلش يا ماما، كل شيء اسمه نصيب. وانت نصيبك هيبقى زي الفل. حكم انت عارف الحاجات دي لما بتتأخر بيبقى عشان حاجة حلوة هتحصل في الآخر. انت مش ناوي توضى بالعيادة بتاعتك؟ والله يا عمي مش عارف. انا صحيح درست الطب لكن عمره ما استهواني، كان تحقيق لرغبة والدتي. حسن بيقول انه مهتم اكتر بالتجارة والبورصة. لوترية يعني؟ مضاربة وأوراق مالية قريبة من اللوترية شوية. لو تشوف ورق اليانصيب اللي عندي أعمل منه جبل وقف عليه وأشوف اللي كان ضمن البيت. وحضرتك يا عمي ما فكرتش تشتري أسهم في البورصة؟ أنا ما أحبش أحط فلوسي في اللي ما فهمش فيها. حسن كان بيحكي لي عن الأوتيلات والكازينوهات اللي شافها وهو مسافر برا يا بابا، وعنده أفكار حلوة قوي تقدروا تنفذوها في التياترو. صحيح يا حسن. يعني لما وقت حضرتك يسمح نبقى نقعد نتكلم في الأمور دي، هي مجرد اقتراحات مش أكتر. اصل موضوع التياترو ده مسيو رمسيس هو اللي متوليه، انا بشرف بس من بعيد، تركيزي كله على الاوتيل وده واخد كل وقتي. طب ايه رايك يا بابا لو حسن يساعدك في الشغل؟ نبيله انا كان قصدي ان اطرح على عمي الافكار مش اكتر من كده. بيجرى ايه لو تساعده في الشغل وتشيل معاه الحمل شويه؟ انا متلخبطه بس اعذرني. انت بتشتغل ايه يا دكتور؟ أنا قصدي يعني إنك مالكش في شغل اللوكاندا والحجوزات والحسابات، ده هم ما يتلم. إلا يعني هتكون ضيعت عمرك وفلوسك ليه في دراسة الطب؟ أنا آسف على التأخير. أنا خفت لما تجيش. قلت لك حاجة. صحيح، بس خفت اللي تبقى قعدت مع روحك ورجعت في كلامك. بس كان انا لما بقعد مع نفسي وافكر فيها بحس ان كل حاجه بتقول المفروض ان احنا نبعد عن بعض. وايه اللي بيحصل بعد كده؟ توحشني. بيوحشني ان الاقيك جنبي، اني اطمن لما الاقيك بتبص لي زي ما انت بتبص لي دلوقتي. فبحس انه حتى لو حياتي كلها متلخبطه هتبعدك. لو انت فاكره اني بعدت اليومين اللي فاتوا بس وزعل منك، فالحقيقه انا كنت عايز انك تتاكدي من احساسك. لان قلت
قلت لنفسي يمكن بسبب الظروف اللي مريتي بيها ما تكونيش متأكدة من مشاعرك. جايز إحساسك تجاهي يكون مجرد امتنان. امتنان بوقوفي جنبك. أو اهتمامي بيكي. أو مشاعري تجاهك. بعد كل اللي حكيتيه لي كنت عايز أتأكد إنك حاجتين أنا متأكدة منهم في حياتي. إن أنا عايزة أرجع بنتي في حضني النهاردة قبل بكرة. والحاجة التانية إن مشاعري تجاهك صادقة وحقيقية. أنا بحبك. إزيك يا نبيه؟ قولي لعبده يأجل ميعاد الغداء عشان صدي يوصلنا وطلع على اللوكاندا ومش هيجي في ميعاده. حاضر. اديتي اوامرك للشغالين خلاص وقلت لهم يعملوا ايه ويعملوه امتى؟ يقطعني وانت عايز تغدي في ميعادك؟ مش هتستني باباكي؟ اللي بيني وبين بابا ما يخصكيش، ولو سمحتي ما تتدخليش في خصوصياتنا. خصوصيات ايه يا اختي؟ ده ميعاد غدا، هو اجتماع في السرايا. اي حاجه تخصني من اول حكوا امتى وحكوا ايه لحد خطيبي بيفكر يشتغل ايه وبيقول لبابا ايه ما تخصكيش. انا يا اختي سالت والسؤال حرم؟ وبعدين دي لوكاندا كبيره عايزه حد فاهم في اصول الشغلانه دي. ده مش هيعرف يمشي الشغل مع باباكي. أنا خايفة عليه يلاقي نفسه حاجة ما بيفهمش فيها، يحتاس فيتكسف قدام صدقي. والله مش هيبقى الوحيد اللي محطوط في مكان مش مكان ولا لايق عليه. تفتكري الفازة دي تمنها كام؟ معرفش، بس مؤكد غالية. أوي. بابا كان جابها من مزاد من حوالي 8 شهور. خايفة أقول لك دفع فيها كام لحسن تقعي من طولك. يتهنى بيها يا رب. شوية وهيروح مزاد تاني. ويلاقي واحدة غيرها أقيم وأفخم. ساعتها هيشيلها من مكانها ويبدلها بالجديدة. من حكم في ماله ما ظلم. أهو أنتِ بالنسبة له في البيت ده زيك زي الفازة دي. تحفة. عجبته. دفع فيها فلوس. وشوية وهيزهق منها ويشيلها من المكان اللي حطها فيه ويرميها في أقرب خرابة. أديكي قلتي. عجبته. واختارني من وسط 100 ست. دفع مهري وشبكتي واكتر كمان من اللي طلب منه. واللي يتعب التعب ده كله علشان واحده ما يفرطش فيها بالسهل ابدا. ولا يشوف غيرها ولو بعد 100 سنه. انما انت لو عندك امل ان هو يغير رايه خليكي قاعده جنب الحيط. يمكن تسمعي الزيت. بس على الله الحيطه دي بقى ما تتهدش يا حبيبتي على نفوخك. نبيها؟ ايوه يا ستي. انا طالعه اريح في اوضتي. لو صدق اتصل بيا بيطلعي لي التليفون. يا ريت جيت من شويه كنت لحقت تحكي مع الماما. خساره، ممكن نكلمهم اخر الاسبوع. هم عاملين ايه؟ كتير منيح. بدهم ينا نروح لعندهم. فينا نعمل هيك فريد؟ تاخد إجازة ومنروح كم يوم على بيروت ونغير جو. وأكيد نادي رح تنبسط كتير. وأنا وياك ولا مرة سافرنا مع بعض. بصعب لمين دول؟ طب ممكن الشهر الجاي نفكر في الموضوع ده سوا؟ بس أنا اشتقت كتير لأهلي فريد. بعرف إنه أنت ما فيك تاخد إجازة بأي يوم بسبب شغلك، بس أنا كمان ما فيي أحرم أمي من إنه تشوف نادية. هي كمان ستة وبتتمنى تشوفها أكتر وتقضي وقت معها أكتر. عارف يا عايدة، والله عارف. طب منسافر أنا ونادية وبعدين أنت بتلحقنا، منقضي كم يوم سوا ومنرجع سوا. مش
طب انت اصلا هتقدري تسافري بلادي لوحدك؟ اصلا الورق بده وقت، ما بيخلص بين ليله والتانيه. يمكن لبين ما كان خلص بتكون عرفت تاخد اجازه. خلاص زي ما تشوفي. منخلص ورق أنا ومنانتا وبحكي أمي أول ما نحدد موعد السفر. شكلها نانتا سمعت بالخبرية ورح تبلش تزن من هلأ لنسافر. إيه مش تخبط؟ معلش ما تعودتش أخبط وأنا داخلة أوضة. إزيك يا ست لولا؟ نورتي المكان. مكانك طبعا. لا ما بقاش مكاني خلاص. مبروك عليكي الاوضه والنمره الجديده، بس يا رب تكوني قد المكان اللي اتحطيتي فيه. محدش يعرف يملى مكانك. خليهم يجربوا وانت كمان تجربي، وهي فرصه تعيشي لك كام يوم نجمه التياترو قبل ما يضلم ويقفل. ولا تكوني مصدقه زيهم ان المكان ده ممكن يكمل ولولا مش فيه؟ سيبك انتي، انا كنت قاعده في الصاله مع ناس معارفي، واول ما عرفت انك موجوده قلت لازم اجيلك. بس بصراحه بقى مش عارفه ابارك لك ولا اعزيكي. عليا الروج بتاعي علم على وشك، بس ما تقلقيش. دي علامة هتتنسى، زمانهم بيدوروا عليا. هستنى اتفرج عليكي. من يوم ما مشيت وهي بتيجي الصلاة يوم او يوم لا مع ناس من الكبارات والأعيان، كأنها قصدة تكدهم وتقول لهم مش هتقدروا تقطعوا رجلي عن المكان، وبيقولوا هتسافر مصر تشتغل عند مبرها على وش كمار. شبهك خالص. ليه كبرت عن كده شويه؟ اكيد ابتدت تتكلم كمان. انا بعت لصديقي في باريس اسم الست اللي قلت لي عليها، وطلبت منه يدور على عنواني، بس من غير ما اعرف اي حد مين بيسال عليها في مصر. واول ما جينا العنوان هنسافر على طول. نسافر؟ أكيد مش هسيبك تسافري لوحدك، مش هنرجع غير وليلة في حضنك. يا رب يا فريد. بتعملي ايه؟ لازم ارجع لصوفيا، مش هينفع اتأخر عشان انا هستأذن بدري النهارده عشان عندي مشوار مجاني. انا كمان هرجع المستشفى، بس قبل ما تمشي خليتهم يحفروا اسامينا جوه، بس من غير ما حددوا تاريخ، لحد ما ليلى ترجع بالسلامه ان شاء الله، لحد ما عدتك تخلص. هو فريد بس ظروفي وظروفك وعايده وناديه. انا ما بفكرش غير بالظروف، عشان كده كنت عايز اطلب منك ان موضوع جوازنا في الفتره الاولانيه يبقى لنا، لحد ما الاقي طريقه فاتح بيها عيني. انا مش عايز اذيها ولا اجرحها، عايز اديها فرصه تفكر بحياتها.
سعيدة يا ماما. أما جايب لك شوية كابوريا ريتي يستاهلوا بقك. يوه على نوم العصار يا ماما. 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 أعمل إيه؟ مساء الخير. مساء النور. حضرتك هتعملي مكالمة؟ لا أنا محتاجة أقابل صديقي بيه. كنت عايزة في حاجة ضروري وهم بعتني من عنده في البيت. قول له كريمة من طرف مدام نعمت. طيب عن إذنك ثانية واحدة. عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليه انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنك مع اني عارفه انك طريق اخره سراب لانا قادره من حبك اخف ولا قد اعراض الانسحاب مع اني عارفه
حبك أخف ولا قد أعرض للانسحاب.